ابنائي الاعزاء، انا وليت ابناء ديالي، يمكن كاع الاحفاد ديالي، لانه عشت معكم واحد المده ديال اسبوع وقبل الرحله الغاليه عشنا شهر ديال استعداد التدريب، فوليتي جزء مني. والى هذا الحفل قرناه باش نديروه فهو الحفل الواقع، ماشي الناس كبار، ما نقولش كبار بزاف لان شي حاجه حنا تيشوف يا شي شوفه ماشي ديالي ولا كبار يعني شيء من السن، ولكن الحق ديالكم انتم لانه بدلتوا المغرب احسن تمثيل في هذه التظاهره اللي غادي نتكلم عليها قبل قليل او من بعد. فقبل ما نبدا البرنامج ديال هذا الامسيه بغيت نحكي لكم واحد الحكايه الاخوان اللي حاضرين هنا، اما انتم هذه الحكايه عشتوها. لما كنا راجعين من بلغاريا الوفد الرسمي فيها الوليدات اللي حاضرين هنا، فيها سي الشاكي اللي تنتسوا على انه ما حضرش اليوم، وفيه سي عزيز بودربالة وفيه عبد الربي. رجعنا باش نرجعوا للمغرب من صوفيا عاصمة بلغاريا، ضروري باش نديروا واحد الوقفة في فرانكفورت. فرانكفورت نزلنا تعبانين، تنتظروا الطائرة اللي غادي تهدر فرانكفورت تصور المغرب، فإذا به والدراري لابسين البيلات ديالهم، ماشي هذيك البيلا اللي فيها مغرب مروكو، تنتظروا في القاعة ديال الانتظار. فإذا به واحد السيدة، واحد السيدة جميلة واقع هو ومعها واحد البنيتة ديالها، معرفتش من الأكثر منها جمالا أو نقولو جميلة بحال، جات بدات تشوف هكا واحد بواحد. و انا كرئيس الوفد تنشوف هاد السيدة هكا تنشوف، قالت لنا واش المغرب؟ المغرب تنشوف البلا بس تنسين البلا ديال المغرب، واش رياضيين؟ اي فيها رياضيين. وفين كنتم؟ كنا في بلغاريا، شاركنا في ما يسمى بكأس العالم للأيتام أطفال منحدرين من عائلات متواضعه، وراجعين للمغرب. مزيان الله يبارك فيك، الشعور الرياضه وفي هذا الشيء في الفرق باش تسمح لي لا واش انت عندك شي علاقه بالرياضه؟ في شويه. قلت لها بحال شويه، قالت لي النصف ديالي مامتي، بالفرنسي تقول لها مامتي، النصف الاخر ديالي رياضي. قلت لها واش رياضي ولا غير تاني؟ قالت لي رياضي. قلت لها يمكن تقول لي الاسم ديالو؟ قالت لي ما شو واش عرفوه ولا لا، اسميتو هاد السيد النصف ديالي، قالت لي اسمو سعيد عويضة. هاد السيدة هي المخرجة اللي تنظر لكم انه باش تسكتوا عليها، هي ولدي ديالها حزينة. ما توقفتش المناقشه او الحديث غير فهذا، انا مرات سائل قويطه قال لي ودي حنا عندنا اهتمامات اجتماعيه كذلك بحال اللي تقوموا بها كذلك، يعني ما قرناش ما قرتش هي وبنتها انه الا كان غادي لما نرجعوا للمغرب انه غادي يكون شي حفل استقبال، انه تكون هي من الناس اللي غادي يكونوا حاضرين، لانه بغات هي تشارك الفرحه ديال هاد الوليدات وديال الناس اللي غادي يكونوا معاهم بشنو طريقة؟ بطريقة عملية، ماشي غير غادي يعني تجلس بحال هذا، طريقة أنه بنتها زينة يعني اللي حاضرها بطبيعة الحال، الآن تتخوض المسار ديالها وتتخوض النجوم ديال الولايات المتحدة الأمريكا في عالم ديال الغناء. ولهذا أنا تنقترح عليكم إلى عندكم ماني أنه غنسهلوا هذا الحفل ديالنا بواحد الأغنية ديالها تشيد بالمغرب، تتكلم عن المغرب وتفرح بالمغرب،
ثاني انا غادي نطلبوا منها باش تطلع وتلتحق بيها باش تحقق الحريه على المغرب، لان سعيد عويطة والزوجه ديالو والبنت ديالو باقي عندهم روابط كبيره بالمغرب مع الشيطان ديالو. المغرب ديالنا العزيز الحبيب وجميع المجالات خاصة المجال الرياضي. هي هذه الأغنية الجميلة اللي غنتها لنا بنت واحد الهرم، واحد النجم أسطوري سي سعيد عويطة، واللي فقط باش يكون في علمكم بأنه سينا عويطة أنه أحرزت على
واحد الدرع واحد التروفي ديال احسن مناضله في الاعمال الاجتماعيه في يوستن بالولايات المتحده الامريكيه. عندنا وجوه حقيقه كبيره حاضره معنا بلا ما نقدر نذكر ولا نفرط في الاسماء، هما رياضيين كلهم، رؤساء انديه كبيره سابقين، لاعبين دوليين سابقين، لا في كره قدم ولا في سباحه ولا في يعني في العاب اخرى، ولكن عندنا كذلك وجوه تمتلي العالم ديال الفن بحال زينة. هذا الوجه عزيز عليكم، هذا الوجه التحق بجمعية الرياضة والصداقة، هذه واحد مدة وجيزة، واحد الأمسية رمضانية كنا مشينا جميعا حاج حانات وحاج الحلالي والإخوان كانوا حاضرين فيها، ألا وهي هذاك الزيارة اللي قمنا بها في رمضان إذا تذكروا لهذوك الأطفال الصغار اللي تي يديروا الدياليز إذا تذكروا. ذاك الساعة العلاقة مع هذا السيد اللي غادي نطلب منه باش يجي يلتحق بنا هنا في المنصة ولات علاقة تزيد توطد يوما بعد يوم، وحنا مقبلين على واحد العمل جمعوي من الحجم الكبير إن شاء الله في أواخر ديال الشهر ديال أكتوبر. ربما تتساءلوا مع شكون هذا السيد اللي تكلم عليه، اسمه غادي يكون وعلاش ولا عبد اللطيف النضاي، وجه كبير في العالم ديال الثقافه. هذا الوجه غادي نطلب من السي سعيد الناصري الفنان كوميدي المسرحي الكبير حاضر معنا، غادي نقول له باش يجي يعاوني في التنشيط، لانه انا يعني غير طفلت على هذا المجال ديال التنشيط، ولكن معنا استاذ يعني في المجال ديال التنشيط، غادي نطلب منه باش يلتحق بالمنصه تحت التصفيقات ديالكم. الله يخليكم. هذا شيء صعب، هذا شيء معروف حتى في المليكة. غادي نطلب السي سعيد انه يتكلم لينا على يعني هذا جوج ديال العمليات كانت مشتركة ما بينها وما بين الفنانين، ما بين الرياضيين والفنانين، والارتسامة ديالو فيما يتعلق يعني بأنشطة من هذا النوع، خاصة أن احنا اليوم نحتفي بواحد مجموعة ديال الأطفال اللي شاركوا في هذه التظاهرة العالمية اللي هي كأس العالم للأيتام. صحيح أنه الأيتام ماشي كلهم أيتام، ولكن الله يطول العمر للوالدين ديالهم، ولكن كلهما يعني تنتميو لأسر متواضعة. سي سعيد، شنو الرأي أو الموقف ديال الفنانة، الفنان كبير بحال لما تيشوف أنه تظاهرات بحال هكا يعني لصالح واحد مجموعة الرياضيين اللي في حاجة إلى تعرض وفي حاجة إلى مساعدة؟ هو قال لي تبع كاع الرياضيين الفنانين قال لي تبع. أولا أنا تبرعت بالفنانة الغزالة ديالنا، التبرع ديالنا للمسائل والدار إن شاء الله في المغرب، بعرفي أن هذا يكون شكر للشر الإنسان اللي يجي في الوقت بطبيعة الحال هو بشرف الوليدات اللي حاضرين معنا. انا تبعت العمليه كلها اللي سافرتو وكان فرحان سي سعيد. انا اللي بغيت نوه به كثيرا هو سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ما هو جميل فيه هو ان بعض الجمعيات ولا اغلبيه الجمعيات في المغرب ما تيمكنش لهم ينجحوا اذا ما كانش وراهم رجال. لان كتلقى عدد كبير ديال الجمعيات ولكن تلقى جوج الناس ثلاثه اربعه او خمسه هما اللي بحال سعيد المنصور من هذا الرجال. سعيد المنصور رغم الصحه ديالو اللي مع خبره
ما بقاش كتستحمل انه يدير هذا المجهود كله او يسافر ويجي ويقدر ولكن لا استحى فلاج هو باقي صغير تقول لا دو افوار واحد فات ساي كونفيرسيس غادي مزيان اصلا واللي خلاني نحب هذه الجمعيه كثير هو الصداقه اللي فيها فعلا ان الناس اللي فيها اصدقاء وتيبغيو بعضياتهم وحسن لي الشرف انني احضر معاهم عده تظاهرات ومنهم هاد الجوج اللي مهمين حتى اللي مشينا لها ديال الوليدات اللي كيديروا الدياليز وليدات صغيرين وكان واحد الجو مؤثر جدا والثاني هو الحفل ديال هاد الوليدات اللي دار على شرفهم عند سي لو كرون في عمر بحال مجال صغير هذا كيما في عمر وتخلات الوليدات فكره ديال اننا نسيروا ما بين الفن والرياضه لأن الفن والرياضة ما تتفرقوا شيء ومع بعضياتهم وما تتفرقوش حتى في المشاكل ديالهم لأن تربيج اللي نعطيها الدولة غادي تحل لهم بفلوس يعني عندهم بزاف الحوايج متشاركة ديال الفن كانت ديال ولا لا خاطر نهضر شوية في السياسة فواحد الفكرة ديال أن سي عمر أنه سي عمري اللي هو الرياضي الكبار والناس اللي شاركوا المغرب وحصل فريق الرجاء البيضاوي كان بغى يدير لي الجبلي ديالو وداك الجبلي ديالو قال لك انا بغيت نجمع شويه ديال الفلوس ونعطيهم لهاد الجمعيه ونعاونوا هاد الناس هادي فطرحت الفكره اننا وحنا كنشربوا كويس ديال القهوه اننا هاد العام ليله نجوم الشاشه اللي كديرها كل سنه الان ديال الخامس هاد العام غادي نديروا لا ديديسيون 5 والهدف منها هو اننا كل سنه كنحاولوا نعاونوا بعض الفنانة اللي تيكونوا في بعض الحالات اللي هي شوية الله يكون في العون يعني دون ديسكريسيون بخير ومن ضمن هاد الناس هادو فنانة كبار اللي عطاو لهاد العالم ديال الفن وفرقونا وضحكونا ونشطونا وهناو لينا ولكن كانت ظروفهم صعبة في الكون أنهم ما كيسكنوا ما كنعرفوش حتى فين يسكنوا وهادشي تيعزي أنا مؤخرا الآن هادي ميم با دو جوغ البارح حتى واحد الفيديو ديال واحد الوليد ربما كتعرفوه اللي كان كيدير مع بزاف مع في الرباط كيمثل مع الفرقه الوطنيه ومع سيدي داك اللي كيدير واحد هذا ديال شي ضرب الله الان تيعيش في الزنقه تصور انه تيعيش في الزنقه اللي تنقول للاخوه الصحابي اللي حاضرين معنا ماشي مساله الدور وكذا لان لا يعقل ان الان الفلوس كتشد في حوايج قريب في الميدان الفني كنشوفوا التلفزيون كيفاش كيشد الفلوس وولاد الناس اللي خلقوا التلفزيون خلقوا المسرح خلقوا الاغنيه كيعانيو وتلقاوهم في الزنقه يعني ما عندوش حتى دار للتاوي فطرحت الفكره على ان هذا العام تخصص نجوم الشاشه ماشي للفنان وانما تخصص للرياضي وخصوص لاعب كره القدم لان الفنان الحقيقي والنجوم اللي كانوا هذه السنه هما نجوم كره القدم لاننا خلونا كاملين كنتفرجوا في التلفزيون وقالوا هما نجوم الشاشة يعني أكثر من 80% ديال المغاربة كلهم لاصقين أمام الشاشة ديال التلفزيون باش نشوفوا الماتش ديال المغرب ونشوفوا المغرب كيتأهل ونشوفوا المغرب في كأس المونديال فاقترحت أن النجم ديالنا اللي غادي يكون هذا العام مكرم هو سي عمري ويستاهل لأنه فعلا يستاهل التكريم وغادي يكون الجبيلي ماشي في التيران وانما غادي يكون على خشبه المسرح احسن قاعات واحسن موديلات كاينين ان شاء الله في المغرب واللي غادي يكون واحد العشاء وما لقيت الا التصفيقات والترحيب من طرف اعضاء الجمعيه كلهم وعلى راسهم سي سعيد انه واحد انه تيحب كل فرد معاه في او كل موضوع معاه في الجمعيه بالنسبه ليه غالي عنده عزيز عنده فدار مجهود كبير وقام بتصحيح النصوص جاب الصور الكلمة ديالو إلى جانب نوتر بريزيدون ديليغي اللي هو سي عزيز بودربالا اللي هو صديقنا تا هو تنحبو وبطل ديالنا ونتمنى من الله تا هو يكون له غان فون دوماج وغادي يكون لوماج ديال كيتي عمر غادي يكون لوماج ديال هذا الراجل هذا الشخص اللي غادي نتعرفوا عليه شكون هو وشنو دار ابتداء من لي زاني السبعينات الثمانينات لأنه تبارك الله كان نجم هو عنده 17 سنة تحت كرة القدم وكان تبع الطب وكان يعني un bon étudiant de bonne famille وكان عطى لو غران اكزومبل لو بو اكزومبل لاتليت ماروكان بحالكم نتوما الشباب لان الرياضه مزيانه ولكن الثقافه حتى هي كتلعب دور مهم مزيان تكون رياضي متقن وتكون فنان متقن وتكون عنده تكوين ويكون عنده حس
ويكون عنده حس وطني، لأن لما كانش عندك الروح الوطنية راه مكنتش تهز الرايا وما تقدرش غير على الجانب المادي والجانب الباس ديالك. واش كانوا في المستوى أو ضد المستوى؟ جاوب على هذا السؤال سهل، غادي نشوفوا واحد الشريط واحد الفيديو هو اللي غادي يعرفنا ويستطلعوا من خلاله على المشوار ديال والمشاركة ديال الفريق المغربي اللي حاضر هنايا في بلغاريا. فيديو من فرقة ساعة بكيف. الذي تقيم فيه كل الوفود الحاضرة إلى بلغاريا بالضبط في العاصمة صوفيا للمشاركة في هذه التظاهرة العالمية كأس العالم للإنساب والأطفال المحرومين، وهذه بعض الصور استطلاع وجيز للفندق الذي تقيم به الوفود. أما الوفد المغربي وصل يوم أمس الجمعة وكاد الاستقبال طيب للغاية والإقامة طيبة للغاية، وبهذه المناسبة لا يسع جمعية رياضة وصرافة المشرفة على الوفد المغربي إلى أن تتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمؤسسة ساتيوك التي تنظم هذه التظاهرة وصاحبة الفكرة ألا وهي الأميرة شيخة آل ثاني المشكورة مسبقا على هذا العمل القيم. فإذا كما تلاحظون الأجواء أجواء جميلة للغاية وهناك حماس، وأتمنى أن تكون المشاركة المغربية الآن نمر يعني على الوفد السوري الشقيق وترون ابتسامة جميلة للأطفال السوريين، وأتمنى أن يتقدموا بعروض طيبة في المشاركة يعني في الميدان. كلمة من فضلك يعني بالنسبة لأحد الأطفال. إن شاء الله نرفع السوري وإن شاء الله عندنا على جيد إن شاء الله. إن شاء الله شكرا. والآن نعرج على الوفد المغربي، الوفد المغربي الذي تعمه الابتسامة والبهجة والسرور، وسأطلب من العيناني هو يعني الفرنسية السفير مسقط الفريق. عيناني أطلب الكلمة وأبدأ لك بالنسبة لإسم إخوان أصدقائك في الوطن المغربي اسمهم. Yeah.
إذن شكرا على المتابعه. نتمنى انه هذا العرض ولو انه كان وجيزا ولكن انه اعطاكم واحد الفكره حول الظروف ديال الاقامه، والاقامه كانت الحمد لله في احسن ظروف. كذلك فيما يتعلق بهذه المباريات، ليكون في علمكم انه كان 12 ديال الفرق مشاركه، كانوا ثلاثه اربعه ديال المجموعات، كل مجموعه فيها ثلاثه فرق. حنا جينا في يعني ربحنا سوريا بحصة شيئا ما ثقيلة، ونيجيريا ولكن تأهلنا بمجرد أن ربحنا المقابلة الأولى إلا وتأهلنا للربع النهاية، وخسرنا مع فريق ديال لا في ربع النهاية، يعني لعبنا ضد المكسيك وكانت واحد المقابلة شيقة للغاية، لأنه كان الجميع يرشح للمكسيك أنه هو اللي يبقى في النهاية ويأخذ الكأس، إلا أنه الدراري قاموا واحد المقابلة شيقة للغاية، شيقة يعني بكل معنى الكلمة، وتأهلنا على المكسيك بثلاثة ديال الإصابات الاثنين، ولكن هذه المباراة مع كل أسف، ولكن الحمد لله اللطف ديال الله أنه كان معنا. شاب سي محمد ولا محسن؟ محسن محسن سامي. وقف سي محسن باش يعرفوا الاخوان، يعني عطى جهود درجة انه واحد الكره كانت غادي تدخل للشبكه، كان في المربع ديالنا، فاذا به تقدم بالراس ديالو يعني باش يخرج الكره، فاذا به لاعب نيجيري يعني لعبنا ضد نيجيريا، انه الرجل ديالو باللي غوداس اللي فيهم لي كومبون مشات للرجل للراس ديالو، واغمي عليه لواحد الدرجه انه انا رئيس الوفد ما عرفتي واش بان ولا ما بانو شيء، يعني بديت نبكي. علاش؟ لانه عندي مسؤوليه وكنشوف فيه بانه ابن يعني عرفتي ما عرفتش شيء ديالو، ولكن الحمد لله. ولكن الشكر يمشي كذلك لعزيز بودربيضة، سي عزيز ما فرقوشي ولو ثانية، مشى معاه حتى للعيادة لأنه نقلوه على وجه السرعة يعني في هذيك الأمبيلونس، ومشى عزيز بودربيضة معاه، ومشات الأميرة بنسا يعني هذه الشيخة الثاني مشات معاه، وبقينا في الانتظار ديالو حتى شي 12 الليل، يعني عاد التحق بنا والحمد لله، يعني بعد الراديو يعني بين بانه ما عنده والو، ولكن الغريب في الامر انا كنت نتصور بانه غادي يمشي للغرفه ديالو ويمشي ينعس، فاذا به عزيز بن دربالة اتصل بيا في التليفون الغرفه ديالي، قال لك كدي راه قال والو العشاء والله ما نتفرق معكم الا ما نشوفكم العشاء، ومنوعه جبنا له العشاء على جميع الانواع والحمد لله، هي اللي كانت بشاره الخير. ولكن محسن كان في المستوى واصر على ان الله يهديه يلعب، كانت عندنا مباراه الله يهديه، والطبيب يعني منعوه ولا حنا منعناه يعني باش ما كنش غنديو حتى نلعب، وعلى كل حال الحمد لله ورجع ولعب المباراه الاخرانيه ضد بلغاريا ديال الترتيب، وكان في المستوى الكبير كما وجه بالنسبه للاطفال الاخرين. اذا هانتم معكم فكرة، بالمناسبة عزيز بودربالة عيط لي في الحين، عنده شي مهمة لا بد باش يكون فيها، يعني تيعتذر كثير وتيطلبني باش نبلغ لكم السلام ديالو، لأنه المفروض يكون حاضر هنا، لأنه المبادرة في الواقع جاية من عنده. هادو الناس المنظمين، هذه الأميرة الشيخة الثاني، ما تفتحش جمعية الرياضة والصدقة نهائياً، وتعرف عزيز بودربالة اسم كبير، هو عضو ديال المجلس ديال هذه المؤسسه العالميه اللي هي رئيسه ديالها، اللي تقوم بعمل اجتماعيه عبر العالم باسره. قالت له ودي بانه بغينا المغرب يكون حاضر، قال له ودي راه كاين واحد الجمعيه اللي هو عزيز رئيس منتدب فيها،
بانه هو التجميه جميعه الرياضه صار قال لك لا تقوم بهذا العمل وتوجد فريق اللي غادي يمشي ويلعب ويشارك ويشرف وجهه المغرب. شهادة الاستحقاق بدعوة كريمة من مؤسسة ساتوك الدولية للأعمال الخيرية، شاركت جمعية رياضة وصداقة بفريق للأيتام والأطفال المنحدرين من أسر متواضعة في بطولة العالم للأيتام التي احتضنتها مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا من 12 إلى 16 أغسطس 2018. وقد كان حضور الفريق المغربي متميزا حيث تأهل إلى المربع الذهبي ضمن 12 دولة مشاركة. وعليه لا يسع الطاقم التقني المرافق للفريق إلا أن ينوه بعطاء كل أعضاء المجموعة ويمنح اللاعب أمين مرمنتي على ولعنة شهادة استحقاق وتكبير مع عبارة الشكر لمؤسسة ساتو ورئيسة مجلس إدارتها الشيخة التامي التوقيع الرئيس سعيد بن منصور الرئيس المنتدب عزيز بودربلا. قبل أن نبدأ بعميد الفريق، عميد الفريق هو سامي محسن اللي غادي يقدم بعض الإصدار وغادي يطلب غادي نبداو بطبيعة الحال بال الجنس اللطيف ونطلبوا من الأخ خديجة مرات سي سعيد عويطة أنه تقدم لسي سامي محسن سامي هو هذا سي سامي غتقدم لك الشهادة ديال الاستحقاق اسم كبير الزوجة ديال سي سعيد عويطة تحت السبيكة ديالكم. الأخ ديالو محمد سامي ربما إلا طلع بالنسبة لي تيشوفوها لوجهي لأول مرة غنقولوا واش ماشي محسن اللي عتسبق هو اللي سامي محمد هو توأم ديال الأخ ديالو سي محسن. غادي نطلب من زينة باش تقدم سي محمد سامي شهادة ديال الاستحقاق. تصفيقه ديالكم شكرا. و امين رميتي امين طلب منك طلع المنصه امين وغادي ننتقلوا من الجنس اللطيف الى الجنس الخشن.
ونبداو باخشب جنس او داكشي واش الحاج حنات نطلب منه باش يقدم ويطلع يقدم سي امين الرميتي الشهاده بالاستقرار ديالو دوز اسي سير لك جي احسن واحد وشوف جنس الخادمين هذا هو ديال الخشونه الثقه ديالكم وفضلكم. شكرا جلال. جلال عمري هاد الدري تميز كونه انه كان هو اول هداف، يعني عنده 4 ديال الاصابات اللي سجل على الفرق الاخرى، وعنده في الواقع واحد قرفه تبارك الله عليه من العيار الثقيل. يعني غادي نطلب من السي الحاج العلالي حتى هو نقول له خاصك لا تخويونا جميل. الجنس الفني والجنس الرياضي. الجنس الفني والجنس الرياضي. الله 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 الحاج العلالي. يلا خذها. مدينة المحمدية. سعد مدينة المحمدية. وزن. وزن. دار الضمانة. معنا حاضرين واحد سلف، يعني من الناس اللي لولاهم في الواقع ما كناش يعني تعرفنا لا المغرب ولا خارج المغرب، يعني انه غطى الحدث كما يجب. هاد الاخوان اللي هما جزء لا يتجزاوا من الرياضه ومجموعات الرياضه والصداقه، هما الصحفيين الرياضيين حاضرين معنا واحد المجموعه، غادي نطلب منهم باش يشرحوا كلهم. سي نور الدين الرياضي والصحفيين الاخرين اللي حاضرين معنا الله يخليكم، انهم يقدموا هاد الشهاده الاستحقاق لسعد الشيكاري. سي نور الدين هو نصورك هذا فيديو. ها انا هذا فيديو قول لي فيديو ترى صباح بيتنا.